يلا بينا نعرف يعني ايه تسويق داخلي. حمد لله على السلامه. لو عايز تعرف كل حاجه عن التسويق حمد لله على السلامه، انت مع اوريجامي. مساء الخير، انا اسمي مروان مختار، بزنس ترينر اند كونسلتنت. الحمد لله ربنا يديمها نعمه، وده شكر لربنا وشكر للتيم اللي الواحد شغال معاه. انا عايزك ترجع تاخد لفه في الكومنتات على فيديوهات اوريجامي اليوتيوب خصوصا، هتلاقي اغلب الفيديوهات بتقول القناه دي كنز، هتلاقي اغلب الفيديوهات بتقول انتوا ليه منزلين الكلام ده ببلاش، هتلاقي اغلب الكومنتات بتقول هو ازاي في محتوى زي ده، انا خدت ام بي اي والحمد لله الكومنتات كويسه جدا وما خدتش كميه المعلومات اللي موجوده، انتوا ازاي بتطبقوا وبتجيبوا حالات عمليه. فانا في اتنين صحابي السنه اللي فاتت كنت قاعد معاهم على القهوه، وفي واحد فيهم بدا يتفرج على فيديوهاتي، فالراجل بكل صراحه اتهمني بالعبط، قال لي انت عبيط. قلت له ليه عبيط؟ قال لي عشان انت بتنزل محتوى في اماكن تانية بتنزله بفلوس وانت بتنزله ببلاش، انت قلبك الطيب وانا معروف في اصحابي ان انا ايه طيب، وطيب طبعا قصدي بيها عبيط. قال لي يا مروان ببساطه انت بتسيب الناس تضحك عليك ومنزل محتوى ببلاش وحاجه اخر سذاجه. طبعا هو مش فاهم ان في حاجه اسمها انباوند ماركتنج. يعني ايه انباوند ماركتنج؟ يعني التسويق الداخلي. يعني ايه تسويق داخلي؟ ان انا ابدا انزل محتوى تدريسي تدريبي تعليمي عن الحاجه اللي انا بعملها. المحتوى ده في الوهله الاولى يخلي الانسان يفتكر ان هو هيستغنى عنك. طيب حتى لو الوهله الاولى صح احنا مش خسرانين، ما هو ده علمي وانتفع به والدنيا تمشي. لكن الكيس مش كده، القصه ما بتخلصش هنا او الكيس ما بتخلصش هنا. الكيس والقصه بتكمل ان في عدد من العملاء مش طبيعي من ليبيا ومن لبنان ومن السعوديه ومن قطر ومن الامارات ومن فنلندا ومن العراق بداوا يجيبونا نعمل لهم شغل، نعمل لهم بزنس بلانز وفيزيبيليتي ستاديز اللي هي المفروض اكتر حاجه مشروحه بالتفصيل ومحطوط عليها بدل اكزامبل 2. طب ليه؟ ما انت شارح كل حاجه صح، بس الناس دي لما قررت تستعين باكسبرت بداوا يستعينوا باكسبرت، هم حسوا ان هو علمهم حاجه فبدا الموضوع يمشي. ان ناتشل ده اسمه الانباوند ماركتنج. ماشي يا مروان انت بتتكلم في انباوند ماركتنج عشان انت اصلا جاي من شركه تدريب واستشارات، فطبيعي ان انت يكون عندك محتوى. لكن انا راجل بعمل تي شيرتس. والله الناس اللي بتعمل تي شيرتس، وطبعا انا مش محتاج اقول اكزامبلز عشان لو قلت اكزامبلز ممكن تحبوا تكرهوا الانفلونسرز اللي بيعملوا ده، بس انت ممكن تطلع تتكلم عن ازاي تلبس التي شيرتس او ايه المقاسات اللي مظبوطه عليك او يعني ايه الالوان الصيفيه وايه الالوان الشتويه وازاي تلبس بيسك. طب ما انت بتتكلم في منتج، بس افرض انا دلوقتي بتكلم في حاجه ما ينفعش اعمل بيها كده. زي ايه؟ زي اكل. حتى الاكل الناس بتطلع، انت افهم ان انت دلوقتي لما تروح تركيا هتدور على براق، النوع اللي براق بيعمله ده في مطعمه ده يعتبر انباوند، بيمسك يعمل اكل قدامك ويقول لك طيب هو يعني كل حاجه في الدنيا ينفع فيها الانباوند ماركتنج. ايوه، طول ما انت بتعمل خدمه او طول ما انت بتعمل منتج، طول ما انت قادر تقول للعميل اسرار، طول ما انت قادر تقول للعميل وصفات، طول ما انت قادر تقول للعميل نصايح، طول ما انت قادر توري العميل الباك اوبريشنز او الاوبريشنز اللي ورا عامله ازاي. معلش يا مروان ايه فايده ده تاني؟ فايده ده ان هو بيبدا يشوفك كاكسبرت، فايده ده ان هو بيبدا يحس ان علاقتكم فيها ترانسبيرنسي او فيها شفافيه بدرجه كبيره، العميل بيبدا يحطك في حته لوحدك، العميل بيبدا اول ما ياخد قرار الشراء يبدا يروح لك. قصه على جنب بقى. في حد بقاله سنين بيخش يسالني على الواتساب ويطلب حاجات وانا بديله النصيحه، ويا رب تكون نصيحتي كويسه ويا رب تكون نصيحتي صح، والدنيا ماشيه ما بيشتغلش. الحته دي انا عايز ابدا قبل ما اتكلم على الكيس دي عايز اشكر دكتور ايهاب مسلم، لان دكتور ايهاب مسلم اكتر واحد بيقول لك احنا محتاجين نتعلم خدمه العملاء اول جديد ومحتاجين تكون فطرتنا سليمه عشان نعرف نطبق خدمه العملاء بشكل سليم. باشا الراجل ده ممكن ما يكونش عميلي. الراجل اللي عمال يسالني بقاله سنين ده هو اصلا من دوله عربيه مش هشوفه ومش هيشوفني، وبيسالني بقاله سنين وبجاوبه. طول ما الموضوع ما عداش الحد بتاع ان انا بعمل الخدمه ببلاش، طول ما هي استشاره بسيطه حتى ما دخلتش في نطاق اللي هو استشاره مدفوعه، اقول له لا انت كده دخلت في حاجه، معلش بقى تعالى لو سمحت اقعد قدامي كده وخلينا ناخد فلوس، لان ده بيحصل. ما هو انا في خدمه عندي اسمها كونسلنج انا بعملها ككونسلتنج مانجر انا والتيم بتاعي، لكن طول ما الموضوع اخف من كده وابسط من كده بيسالني على كتاب، بيسالني على شيت، بيسالني على ماتيريال يذاكر منها، بيسالني على نصيحه، وطبعا ده شرف ليا. طب ما الحاجات دي ببلاش. ما هو الراجل ده متخذني ككونسلتنت، حتى لو ام بيد كونسلتنت دلوقتي كده كده هو ذات نفسه لما يقرر ياخد قرار الشراء هيجي لي،
وصدقني والكلمة دي تبان درويشية شوية لكن مهمة، الخير ده اللي انت بتعمله ده بيبدأ يبلك في الشغل. زكاة المال بعض المال، وزكاة العلم كل العلم. لو الكونتنت عجبك افتكر ان احنا بننزل كونتنت مختلف تماما على فيسبوك ولينكد ان وانستجرام وتيك توك. لو الكونتنت عجبك شير وما حد يكون انترستد فيه. اشوفكم على خير ودايما بتتطوروا.